ودارت الأيام، مطلع أغنية لسيدة الغناء العربي تنطبق حالياً على الهنود وتربعهم على عرش المناصب السياسية ببريطانيا، التي كانت الهند درة تاج الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس لامتداد مستعمراتها في العالم بين القرنين 18 و19، والتي تسببت بانقسام الهند بعد استقلالها عام 1947 للهند الهندوسية وإنشاء باكستان المسلمة. وها هو انقسام مشابه قد يصيب المملكة المتحدة بعد أكثر من 70 عاما على يد رئيس الوزراء الإسكتلندي المسلم من أصل باكستاني يوسف حمزة، ورئيس وزراء بريطانيا الهندوسي من أصل هندي ريشي سوناك، ومثله رئيس وزراء إيرلندا ليو فرداكر. نعم، فهي لحظة وصفها الإعلام العالمي بالتاريخية، فلأول مرة يقود المملكة المتحدة ويقرر مصيرها ثلاثي سياسي مهاجر من شبه الجزيرة الهندية مستعمرتها السابقة، مسلطين الضوء على اسكتلندا. ونتعرف على كيفية وصول حمزة لمنصبه كمثال على نجاح تمثيل المهاجرين سياسيا. تعالوا نعرف أكثر. هناك إمكانية لوقوع مواجهة سياسية بين سوناك وحمزة، وكأنه صراع يعكس كمرآة تحديا مماثلا بين الهند وباكستان، ولكن في قارة أخرى. والقصة أن اسكتلندا كانت دولة ذات سيادة منذ تأسيسها عام 843 ميلادية حتى أوائل القرن 18، ثم اتحدت مملكة اسكتلندا مع مملكة بريطانيا إلى أن جاء عام 2014 وأجرت استفتاء للاستقلال عن بريطانيا، لكن التصويت جاء لصالح بقاء الاتحاد بنسبة 55%. ثم انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، فزادت شعبية الحزب الوطني الاسكتلندي وعاد للمطالبة بالاستقلال. وإذا ما استقلت اسكتلندا ستتقدم لعضوية الاتحاد الأوروبي وتؤسس بنكا مركزيا وعملة خاصة بها. وحاليا يرأس حمزة الحزب الوطني ورئاسة الوزراء، وتعهد فور انتخابه بالعمل على استقلال اسكتلندا عن التاج البريطاني خلال هذا الجيل، رغم معارضة رئيس وزراء بريطانيا سوناك. فاستقلال اسكتلندا خطر على تعافي الاقتصاد البريطاني، وسيصبح مصير أسطول الغواصات النووية البريطانية المتمركز في اسكتلندا مجهولا، وقد يضعف أحقية بريطانيا في شغل مقعد دائم في مجلس الأمن، والأمر كله بيد مهاجرين. احتفلت كل من الهند وباكستان بوصولهما كدليل على نجاح أبنائهما في المهجر. أما كيف وصل حمزة لمنصبه القيادي؟ فكان عبر التمرد على رغبة العائلة بعدم دراسة القانون أو الطب أو المحاسبة، ثم أيده والده لحاجة المهاجرين كأقلية لمن يمثلهم سياسياً، فانتمى للحزب الوطني وأصبح أول وزير مسلم وغير أبيض بتاريخ الحكومات الأسكتلندية، وتدرج حتى وصل لرئاسة الوزراء. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.